بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكم أعزائي طلبة الفرقة الثالثة في السكشن الإلكتروني الخاص بمادة ريادة الأعمال. هيكون معاكم أحمد حامد حسين، معيد بقسم إدارة الأعمال. هندرس مع بعض الفصل الثامن من فصول مادة ريادة الأعمال. بعد ما انتهينا في الفصول اللي فاتت من المتطلبات الأساسية لبدء الأعمال الناشئة الصغيرة، والتي تمثل المرحلة الأولى من دورة حياة الأعمال الصغيرة الناشئة، بتبدأ أنشطة وإجراءات التأسيس من أجل تحويل فكرة المشروع إلى واقع عملي، وبيتم ذلك من خلال تصميم خطة الأعمال ثم تنفيذ هذه الخطة لتأسيس المشروع وتجهيزه للافتتاح، واللي بتمثل محور اهتمام هذا الفصل. بيهدف هذا الفصل إلى التعرف على الإجراءات أو إجراءات تأسيس مشروعات رواد الأعمال وتجهيزها للافتتاح، وهيتم ذلك من خلال التعرف على النقاط التالية: أولاً، التعرف على القرارات والمستندات الواجب استخدامها لتأسيس المشروع والقوانين المنظمة لذلك. ثانياً، التعرف على الإجراءات الواجب القيام بها لإنشاء المشروع، وكذلك التعرف على التسهيلات التي تقدمها الجهات المساعدة للأعمال الناشئة. ثالثاً، اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن توفير عناصر ومستلزمات الإنتاج لمشروعات الأعمال الناشئة والتي تختلف باختلاف المشروع. رابعاً، اتخاذ قرارات التجهيز للافتتاح وكذلك الترويج والتنظيم لحدث الافتتاح. وهنتعرف على هذه النقاط بالتفصيل من خلال تناول مجموعة من الأسئلة على هذا الفصل. النوع الأول من الأسئلة هي: حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية. أول عبارة عندي بتقول: العمل الغالب عند إعداد خطة الأعمال يتسم بطبيعة تنفيذية أكثر من كونه ذو طبيعة تخطيطية. هو عايز يسأل في النقطة دي: هل خطة الأعمال هي عمل تخطيطي أم تنفيذي؟ خطة الأعمال ما دامت على الورق فهي بالدرجة الأولى عمل تخطيطي، وده واضح من اسمها. أما إذا تم تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع تحولت من عمل تخطيطي إلى عمل تنفيذي، وبالتالي أقدر أقول إن العبارة دي عبارة خاطئة، حيث أن العكس هو الصحيح. فالعمل الغالب عند إعداد خطة الأعمال يتسم بطبيعة تخطيطية أكثر منها طبيعة تنفيذية. تمثل قرارات التأسيس أحد مجالات القرارات اللازمة لإتمام مرحلة التجهيز للافتتاح. العبارة صحيحة، حيث تتضمن مرحلة التأسيس والتجهيز للافتتاح اتخاذ قرارات تنفيذية ترتبط بثلاثة مجالات أساسية من ضمنها قرارات التأسيس، وهي القرارات اللي بتهتم بتحديد القوانين المنظمة للمشروع والمستندات والإجراءات الرسمية المطلوب إتمامها لتأسيس المشروع بشكل رسمي. تتشابه القوانين المنظمة للمشروعات على الرغم من اختلاف طبيعة نشاطها. العبارة خاطئة، حيث تختلف القوانين المنظمة للمشروعات باختلاف طبيعة النشاط. فهنجد مثلا إن القوانين المنظمة للمشروع الصناعي في مجال تصنيع الأدوية بتختلف عن القوانين المنظمة للمشروعات الخدمية في مجال التعليم أو الصحة أو السياحة أو غيرها. أيضا بتختلف القوانين اللي بتتعامل في منتجات موجودة بالفعل عن القوانين المنظمة اللي بتتعامل مع منتجات بتمثل مخترعات وابتكارات جديدة، لأن النوع ده من المنتجات بيتطلب حماية قانونية من خلال تسجيل براءات الاختراع. وبالتالي من الضروري على رائد الأعمال أو من ينوب عنه معرفة القوانين المنظمة في مجال نشاط المشروع الخاص به. توجد العديد من القوانين التي تنظم ممارسة الأعمال في مصر بصفة عامة والأعمال الصغيرة بصفة خاصة. العبارة صحيحة، هناك العديد من القوانين التي تنظم ممارسة الأعمال في مصر، منها قانون الاستثمار، قانون الضرائب على الدخل، قانون ضريبة القيمة المضافة، وقوانين الأمن الصناعي والبيئة، قانون حقوق الامتياز، وغيرها من القوانين. تتنوع المستندات المطلوبة لتأسيس المشروع وتصنف إلى مستندات أولية ومستندات ثانوية.
لبارة خاطئة، حيث يمكن تصنيف المستندات المطلوبة لتأسيس المشروع إلى نوعين أساسيين. النوع الأول هو المستندات الأولية، أو بسميها المتطلبات، زي بطاقة الرقم القومي وإيصالات الكهرباء والمية وغيرها من المستندات اللي بيلتزم صاحب المشروع بتقديمها من أجل الحصول على النوع الثاني من المستندات، واللي بسميه المستندات النهائية أو المستخرجات، واللي باستخراجها بينشأ المشروع فعليا وبتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، زي مستندات البطاقة الضريبية والسجل التجاري وغيرها من المستندات النهائية. يبقى إذن المستندات المطلوبة لتأسيس المشروع بتصنف إلى مستندات أولية ومستندات نهائية. تختلف الإجراءات الأساسية اللازمة للدخول في مجال الاستيراد عن إجراءات التصدير، أو عن الإجراءات اللازمة للدخول في مجال التصدير. العبارة خاطئة، حيث تشترك وتتشابه الإجراءات الأساسية التي يجب القيام بها للدخول أو للبدء في عمليات الاستيراد أو التصدير. فمثلا بتتشابه إجراءات التأسيس للشركات سواء كانت تعمل في مجال الاستيراد أو في مجال التصدير. أيضا بتتشابه المستندات الرسمية التي ترفق مع الشحنة المستوردة أو المصدرة اللازمة للمرور من الجمارك. كذلك كل من عمليات الاستيراد والتصدير بتتطلب القيام بما يسمى بإجراءات التخليص الجمركي، وفتح حسابات مصرفية خاصة بالشركة لدى البنوك من أجل القيام بعملية تحويل الأموال، وغيرها من الإجراءات المتبعة في سواء في حالة الاستيراد أو التصدير. العبارة اللي بعد كده بتقول: رأس المال هو مبلغ من المال يمكن بواسطته تأسيس الشركة وشراء البضائع في حالة الاستيراد أو التصدير. العبارة بالتأكيد عبارة صحيحة. المستورد هو كل شخص يمارس بصفة اعتبارية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أي عملية تصنيع. العبارة خاطئة، حيث أن التعريف الموجود في العبارة هو تعريف للمنتج الصناعي وليس المستورد. يبقى هشيل كلمة المستورد واستبدلها بكلمة المنتج الصناعي. تتعدد الطرق المستخدمة في الدفع في حالة المعاملات الدولية. العبارة صحيحة، المعاملات الدولية المقصود بها بصفة أساسية عمليات الاستيراد والتصدير، ودفع قيمة البضاعة المصدرة أو المستوردة بيتم عن طريق استخدام العديد من طرق الدفع، منها طريقة عملية التحويل المقدم، واللي فيها بيقوم البائع بتحويل دفعة مقدمة من مبلغ الصفقة حسب الاتفاق ما بينه وما بين المشتري، والباقي بيدفع عند رؤية نسخة من المستندات. والطريقة دي بتعتبر الطريقة الأفضل بالنسبة للتجار لأنها أسرع وأقل تكلفة. الطريقة الثانية من طرق الدفع هي طريقة الاعتماد المستندي، وفي الطريقة دي بتنوب البنوك عن أطراف الصفقة سواء المستورد أو المصدر في عملية إرسال واستلام الأموال والمستندات المتعلقة بالبضاعة المصدرة أو المستوردة. والطريقة الثالثة من طرق الدفع هي طريقة الدفع مقابل المستندات، بمعنى إنه بمجرد استلام المشتري للمستندات بيقوم البنك بتحرير ثمن السلعة للبائع. العبارة اللي بعد كده بتقول: تعتمد المشروعات الصغيرة بشكل كلي على التمويل من المعارف والأصدقاء وليس على التمويل البنكي. العبارة خاطئة، حيث قد يتم توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة من مصادر ذاتية مثل الأهل والمعارف والأصدقاء، أو عن طريق الاقتراض من البنوك والجهات المانحة مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية. ينعكس أسلوب ممارسة الأعمال المحدد للمشروع على تجهيزات ومواصفات مكان المشروع. العبارة صحيحة، يؤثر أسلوب ممارسة الأعمال داخل المشروع على مواصفات وتجهيزات المكان الخاص بهذا المشروع، وممكن أدلل على كده من خلال العديد من الأمثلة. أول مثال، هنجد إن التجهيزات الموجودة في مكان المشروع اللي بيمارس نشاطه بشكل مادي بتختلف عن التجهيزات المطلوبة لمكان المشروع اللي بيمارس نشاطه بشكل إلكتروني،
لأن الأعمال الإلكترونية هتتطلب لابتوب واي فاي وغيرها من التجهيزات، في حين إن التجهيزات دي ممكن ما تكونش مطلوبة أو ضرورية في مشروع هيبيع منتجات مادية زي محلات الملابس الجاهزة. من الأمثلة الأخرى على تأثير أسلوب ممارسة الأعمال على تجهيزات ومواصفات المكان هو إن إقامة المشروع وفقا لحقوق الامتياز بيتطلب الالتزام بشروط ومواصفات معينة في المكان بيفرضها مانح الامتياز. كذلك من الأمثلة الأخرى هو إن المشروع اللي هيخدم السوق الدولي هيحتاج لخدمات التخليص الجمركي بعكس المشروع اللي هيخدم السوق المحلي فقط. وبالتالي من خلال ما سبق نستطيع أن نقول أن أسلوب ممارسة الأعمال المحددة للمشروع سواء كان العمل من المنزل أو من خارج المنزل له انعكاسات وتأثيرات على التجهيزات والمواصفات المطلوبة في مكان المشروع. العبارة اللي بعد كده بتقول: قبل افتتاح المشروع يجب تحديد العاملين في المشروع كما ونوعا وفقا للمنافسين في السوق. العبارة خاطئة، حيث تتحدد العمالة التي يمتلكها المشروع كما ونوعا وفقا لحجم وطبيعة الأعمال المتوقعة للمشروع. فإذا كنت محتاج أعمل مشروع في مجال البرمجيات مثلا، يبقى بالتأكيد هحتاج مهندسين برمجة. أما إذا كنت هشتغل في مجال الزراعة، هحتاج عمال شاطرين في هذا المجال. وبالتالي نوعية العمالة بتتحدد وفقا لطبيعة النشاط اللي هيشتغل فيه المشروع. يهتم العاملين في المشروع الصغير بالحوافز المادية بشكل أكبر من الحوافز المعنوية والاجتماعية. العبارة خاطئة، حيث يهتم العاملين في المشروع بكل من الحوافز المادية والحوافز المعنوية والاجتماعية، بل على العكس من كده، قد يقبل البعض على افتتاح مشروع صغير رغم قلة الحافز المادي الناتج عنه، بسبب فكرة إن المشروع الصغير ده ممكن يتيح له فرصة العمل من المنزل وعدم التقيد بأماكن وأوقات عمل رسمية. ومن أمثلة الحافز المادي العلاوات والمكافآت والبدلات. أما الحوافز المعنوية والاجتماعية بتتمثل في العلاج المجاني أو المخفض، التأمينات الاجتماعية وغيرها من الحوافز. العبارة اللي بعد كده بتقول: العمولة هي مقابل مادي نقدي ثابت يحصل عليه العامل نظير أدائه للعمل وشغله للوظيفة خلال فترة زمنية معينة، قد تكون يوم أو أسبوع أو شهر. العبارة خاطئة، لأن التعريف ده هو تعريف لمفهوم أو طريقة المرتب الثابت كأحد طرق تحديد الأجور وليس العمولة. أنا عندي في العادة بيوجد طريقتين لتحديد الأجور. الطريقة الأولى هي طريقة المرتب الثابت، ودي عبارة عن مقابل مادي ثابت بيحصل عليه العامل نظير أدائه للعمل وشغله للوظيفة خلال فترة زمنية معينة. أما الطريقة الثانية وهي العمولة، دي عبارة عن نسبة محددة بيحصل عليها العامل. هذه النسبة بتحسب على أساس حجم الأداء سواء كمية الإنتاج أو المبيعات أو الإنجاز لمهام محددة بيحققها العامل. ولكن في الغالب في الواقع العملي عادة ما بيتم الجمع ما بين هاتين الطريقتين لتحديد الأجور. تؤثر طبيعة المشروع على طبيعة الأصول الثابتة اللازمة لإنتاج السلعة أو الخدمة والمستلزمات المصاحبة لها. العبارة صحيحة، بتختلف الأصول الثابتة ومستلزمات التشغيل باختلاف طبيعة النشاط الخاص بالمشروع. فمثلا المشروعات الصناعية اللي بتحول المواد الخام لمنتجات نهائية زي مصانع الملابس الجاهزة دي بتستخدم ماكينات خياطة ومستلزمات تشغيل زي الأزرار والسوست وغيرها. أما المشروعات الخدمية زي المستشفيات بتستخدم أجهزة طبية ومستلزمات زي الحقن والشاش والقطن. وبالتالي نقدر نستدل من خلال هذه الأمثلة إن الأصول الثابتة ومستلزمات التشغيل بتختلف من نشاط لآخر وفقا لطبيعة المشروع. من الضروري التركيز بشكل أكبر على الجانب الفني والعملي على حساب عوامل فرعية مثل الأثاث والمؤثرات الصوتية والحسية. العبارة خاطئة، حيث لا يجب التركيز عند التنظيم الداخلي على الجانب العملي والفني فقط لممارسة الأنشطة على حساب الجانب الجمالي،
سواء الديكورات أو الألوان أو الإكسسوارات أو المؤثرات الصوتية والموسيقى وغيرها، لأن العناصر دي بيكون ليها دور إيجابي في رفع الروح المعنوية للعملاء والأطراف المتعاملة مع المشروع، خاصة العاملين في المشروع، وبتساهم مثل هذه النواحي الجمالية في التسويق للمشروع بشكل كويس. في حالة حقوق الامتياز، تتم عملية التنظيم الداخلي للمشروع وفقا لما يراه صاحب المشروع الصغير. العبارة خاطئة: في حالة حقوق الامتياز، أنا كمستثمر بروح لجهة أخرى وهي الجهة مانحة الامتياز، وليكن ماكدونالدز، وأكون عايز أفتح مطعم وجبات سريعة بتبيع منتجات ماكدونالدز وبتحمل نفس الاسم التجاري ماكدونالدز. هنا في الحالة دي، مجموعة مطاعم ماكدونالدز العالمية بتشترط عليا كمستثمر إنها تجهز مكان المشروع وفقا للمواصفات القياسية الخاصة بيها وليس وفقا لرؤية صاحب المشروع. وبالتالي في حالة حقوق الامتياز، بتتم عملية تجهيز مكان المشروع بشكل أوضح وأيسر، لأنها بتتم حرفيا طبقا لتعليمات مانح الامتياز، واللي ممكن يساعد كمان بالإشراف وتقديم الخدمات الخاصة من ألوان وديكورات وعبوات وغيرها. نروح للنوع الثاني من الأسئلة، وهي أسئلة اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات البديلة. العبارة الأولى بتقول: يتم اتخاذ العديد من القرارات التنفيذية عند تأسيس المشروع وتجهيزه للافتتاح، ليس من ضمنها A قرارات التأسيس، B قرارات دراسة الجدوى، C قرارات توفير عناصر الإنتاج، D قرارات التجهيز للافتتاح. القرارات الخاصة بدراسة الجدوى تعد من متطلبات البدء في الأعمال الناشئة، ولا تندرج ضمن مرحلة تطبيق أنشطة التأسيس للمشروع وتجهيزه للافتتاح، وبالتالي هي لا تدخل ضمن القرارات الخاصة بهذه المرحلة، ومن ثم الإجابة هتكون هي الاختيار B. القرارات الخاصة بتوفير التمويل والأصول الثابتة والعمالة تندرج ضمن قرارات التأسيس، ولا ضمن قرارات دراسة الجدوى، ولا ضمن قرارات توفير عناصر الإنتاج، أم قرارات التجهيز للافتتاح. القرارات الخاصة بتوفير التمويل والعمالة والأصول الثابتة كلها بتمثل عناصر ضرورية للإنتاج، ومن ثم الإجابة هتكون هي الاختيار C. من أمثلة المستندات الأولية أو المتطلبات المطلوبة لتأسيس المشروع: A بطاقة الرقم القومي لصاحب المشروع، B إيصال مرافق سواء كان كهرباء أو غاز أو مية، C سند الحيازة سواء كان عقد إيجار أو ملكية، D كل ما سبق. الإجابة بالتأكيد هي الاختيار D كل ما سبق. من أمثلة المستندات النهائية أو المستخرجات المطلوبة لتأسيس المشروع كلا مما يلي ما عدا: A رخصة مزاولة المهنة، B البطاقة الضريبية، C السجل التجاري، D البطاقة الاستيرادية. الإجابة بالتأكيد هي الاختيار A رخصة مزاولة المهنة، حيث لا تعد تلك الرخصة من المستندات النهائية لأنها بتندرج ضمن المستندات الأولية المطلوبة لتأسيس المشروع. أيًا من المستندات التالية تعد ضمن الإجراءات الرسمية المتعلقة بالأنواع المختلفة من الأعمال: A استخراج البطاقة الضريبية، B القيد بالغرفة التجارية، C رخصة مزاولة المهنة، دي القيد بالسجل التجاري، إيه كل ما سبق. الإجابة بالتأكيد هي الاختيار الأخير إيه كل ما سبق. يعرف نقط بأنه كل شخص بيقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الإتجار. يا ترى هل ده تعريف لمصطلح المنتج الصناعي ولا المستورد، تاجر الجملة أم تاجر التجزئة؟ ولا لا شيء مما سبق. كل شخص يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج بغرض الإتجار بيسمى بالمستورد. الإجابة إذن هتكون هي الاختيار B. يمتلك حسام مشروعا لشراء كميات كبيرة من منتجات التجميل وبيعها مرة أخرى إلى محل بيع أدوات التجميل، فماذا تسمى وظيفته؟ هل حسام بالتوصيف ده هيكون سمسار، تاجر جملة،
تاجر تجزئة، منتج، ولا لا كل ما سبق؟ أي مشروع بيشتري منتجات بكميات كبيرة ويعيد بيعها بكميات أصغر لتجار آخرون هو بالتأكيد بيسمى بتاجر الجملة. هختار الإجابة بي. منظومة الشباك الواحد تمثل إيه؟ أحد إجراءات تأسيس المشروع، ب أحد التيسيرات لإنشاء المشروع، س أحد المستندات المطلوبة لتأسيس المشروع، د أحد القوانين المنظمة للمشروعات. منظومة الشباك الواحد تمثل أحد التيسيرات التي تقدمها العديد من الجهات المساعدة في الدولة لتذليل الصعوبات وتسهيل الإجراءات بهدف تشجيع المستثمر الصغير على الدخول إلى عالم الأعمال الناشئة، وبالتالي الإجابة هتكون هي الاختيار بي. العبارة اللي بعد كده بتقول: لا تستقطب المشروعات الصغيرة العمالة من ذوي المهارة العالية في سوق العمل بسبب كونها A توفر أجور مرتفعة، B فرص الترقي فيها كبيرة، C المناصب العليا في تلك المشروعات يتولاها صاحب الكفاءة، D لا شيء مما سبق. الإجابة هي الاختيار D لا شيء مما سبق، لأن المشروعات الصغيرة لا تجذب العمالة من ذوي المهارة العالية لأسباب عديدة عكس تماما الأسباب الواردة في الاختيارات. فالمشروعات الصغيرة لا توفر دخلا كبيرا للعاملين بها، كما أن فرص الترقي فيها محدودة نظرا لأن المناصب العليا فيها بتكون حكر على صاحب العمل أو المعارف أو الأصدقاء، إضافة إلى أن الهيكل التنظيمي فيها بسيط ومسطح، بمعنى أن صاحب المشروع ممكن يتولى أكثر من وظيفة داخل المشروع لخفض التكاليف، زي منصب المدير العام والمدير المالي أو التسويقي، وبالتالي بتقل عدد المناصب المتاحة للترقي. مؤط هو عملية تحديد المهام المطلوبة لتحقيق أهداف المشروع ثم تجميع المتشابه منها في وظائف محددة لتكوين الأقسام والإدارات ثم تحديد المستويات الإدارية ونطاق الإشراف. يا ترى هل ده تعريف لقرارات الإنتاج ولا التصميم الداخلي ولا قرارات التأسيس ولا تصميم الهيكل التنظيمي؟ الإجابة بالتأكيد هي الاختيار دي، تصميم الهيكل التنظيمي. نقط هو الترتيب الداخلي للتسهيلات الإنتاجية للمشروع بشكل يسرع من وتيرة العمل ويزيد الإنتاجية. يا ترى هل ده المقصود بعملية التصميم الداخلي، عملية التصميم الخارجي، عملية تصميم الهيكل التنظيمي، أم عملية تصميم المشروع؟ الإجابة هي الاختيار A، عملية التصميم الداخلي للتسهيلات الإنتاجية هي اللي بيقصد بها الترتيب الداخلي للتسهيلات الإنتاجية للمشروع بشكل يسرع من وتيرة العمل ويزيد الإنتاجية. وقرار التصميم الداخلي بيمثل أحد أهم قرارات تجهيز المشروع للافتتاح. لا يعتبر ضمن أشكال التنظيم الداخلي للتسهيلات الإنتاجية للمشروعات الصغيرة التنظيم على أساس نقط. A التنظيم على أساس خطوط الإنتاج، B التنظيم على أساس الأقسام الوظيفية، C التنظيم على أساس أماكن الإنتاج الثابتة، D التنظيم على أساس أماكن التوزيع. أنا عندي 3 أشكال شائعة لتنظيم المشروعات، وهي التنظيم على أساس خطوط الإنتاج، والتنظيم على أساس الأقسام الوظيفية، والتنظيم على أساس أماكن الإنتاج الثابتة. وبالتالي التنظيم على أساس أماكن التوزيع لا يعتبر ضمن أشكال التنظيم الداخلي للتسهيلات الإنتاجية. إذن الإجابة هتكون هي الاختيار دي. خط تصنيع الأدوية يلائمه أكثر التنظيم على أساس خطوط الإنتاج أم التنظيم على أساس الأقسام الوظيفية ولا التنظيم على أساس أماكن الإنتاج الثابتة أم التنظيم على أساس أماكن التوزيع؟ خط تصنيع الأدوية يلائمه أكثر التنظيم على أساس خطوط الإنتاج، حيث يتم تنظيم العمليات الإنتاجية في شكل متتابع مع الاعتماد على معدات المناولة بين العمليات الإنتاجية للمساعدة على انسياب العمليات في اتجاه واحد.
الإجابة إذن هتكون هي الاختيار A. نقط هو تصنيف التسهيلات الإنتاجية في مجموعات متشابهة بحيث تقوم كل مجموعة منهم بوظيفة معينة. A التنظيم على أساس خطوط الإنتاج، B التنظيم على أساس الأقسام الوظيفية، C التنظيم على أساس أماكن الإنتاج الثابتة، D التنظيم على أساس أماكن التوزيع. تصنيف التسهيلات الإنتاجية في مجموعات متشابهة بحيث تقوم كل مجموعة منهم بوظيفة معينة يمثل تجسيدا للتنظيم الداخلي على أساس الأقسام الوظيفية، وهو يلائم أكثر بعض الصناعات زي صناعة الأجهزة الكهربائية واللي بيكون فيها قسم للحام بيقوم بعمليات اللحام لجميع الأجهزة الكهربائية سواء كانت ثلاجات أو غسالات بوتاجازات وغيرها، وقسم آخر للتقطيع، وقسم للتشكيل أيضا بيقوم بكافة عمليات التقطيع والتشكيل لمجموعة الأجهزة الكهربائية المتنوعة. إذن الإجابة بتاعتي هتكون هي الاختيار B. عند اختيار التصميم الداخلي للمشروع تميل صناعة السفن إلى الاعتماد على، هل بتميل إلى الاعتماد على التنظيم على أساس خطوط الإنتاج أم التنظيم على أساس خطوط أو الأقسام الوظيفية؟ التنظيم على أساس أماكن الإنتاج الثابتة ولا التنظيم على أساس أماكن التوزيع؟ نظرا لضخامة المنتج وهو السفن، فإن مثل تلك المنتجات الضخمة يلائمها أكثر التنظيم الداخلي على أساس أماكن الإنتاج الثابتة، واللي فيها بيحدد موقع ثابت للعمليات الإنتاجية زي العمارات مثلا، وبيتم تنظيم التسهيلات الإنتاجية من آلات ومعدات وحفر ومواد، معدات حفر ومواد بناء حول موقع المنتج اللي هو العمارة من أجل إتمام عملية بنائها. إذن الإجابة هتكون هي الاختيار C. من ضمن المهام الضرورية اللازمة للترويج والتنظيم لحدث الافتتاح للمشروع ما يلي: A تصميم مواد التعبئة والتغليف والكتيبات، B تصميم الحملة الترويجية، C تصميم حدث الافتتاح، D كل ما سبق. تتمثل المهام الضرورية اللازمة للترويج والتنظيم لحدث الافتتاح للمشروع في المهام التالية: أولاً تصميم مواد التعبئة والتغليف والكتيبات المطبوع عليها اسم وشعار المشروع ووسائل التواصل معه. ثانياً تصميم الحملة الترويجية من خلال وضع مزيج ترويجي من إعلان وبيع شخصي وخلافه من أجل جذب انتباه العملاء للمشروع وتشجيعهم للتعامل معه. ثالثا تصميم حدث الافتتاح من خلال تنظيم احتفالية أو ندوة بيتم فيها استقبال شخصيات مهمة لتقوم بقص شريط الافتتاح. وبالتالي من خلال ما سبق يتضح أن الإجابة هتكون هي الاختيار دي كل ما سبق. تعرف بأنها عناصر المزيج نقط التي يتم الاعتماد عليها للتعريف بمنتجات المشروع سواء بشكل مادي أو إلكتروني طبقا لأساليب الترويج المحددة بخطة الأعمال. يا ترى هل ده تعريف لمفهوم المنتجات ولا مفهوم المزيج التسويقي ولا مفهوم المزيج الترويجي ولا مفهوم التوزيع ولا لا شيء مما سبق؟ الإجابة هتكون هي الاختيار سي، عناصر المزيج الترويجي. ده كان آخر سؤال عندي في السكشن، وبكده أعزائي الطلبة يبقى غطينا هذا الفصل بالكامل. بشكركم أعزائي الطلبة وبتمنى يا رب إنكم تكونوا استفدتوا معانا، وبتمنى ليكم دايما دوام التوفيق والنجاح.